والدماغ اللينك الرابع، ومعانا اسلام ريزو. اسلام ازيك؟ ازيك يا شريف، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. احنا انا بص يا اسلام، يعني في الاول خالص انت كنت بتصور بس، بعد كده بقى احكي لنا بقى بدايه من رحله التصوير الى فين، ولا قبل التصوير كان الاذاعه؟ هو بص، انا النهارده كنت اجازه، فقاعد على فيسبوك كده بقلب، فبسطت من اللي انتوا عاملينه ده، لان انا موضوع الفريلانسر ده شاغلني شويه. حبيبي يلا بينا. وانتوا بتعملوا حاجه حلوه بصراحه، يعني بتتكلموا مع الناس، ودي بقت اغلب الناس دلوقتي بتدور عليها، انه ازاي يسيب شركه او مؤسسه، او ما يبقاش في حد بيتحكم في شغله، فيبقى هو حر شغله شويه، فيقدر يقدم حاجه من موهبته هو. يعني فده اللي شدني شويه في الموضوع اللي بتتكلموا فيه. انا ما بدات الاول خالص كان عندي مكتب اعلانات صغير كده، بعمل فيه اعلانات مطبوعه، وبعد كده اذاعه، وبعد كده تصوير، تقريبا دخلت في كل الحاجات ليها علاقه بالميديا، من التصوير للديزاين لكل حاجه، لان انا مؤمن شويه بانه اي إسلام حد إسلام, اسلام بص طب. انا عايز يعني انا عايز اركز، بس اركز بتجربتك انت بالذات على البدايه. يعني قول لي البدايه بدات ازاي، يعني بدايه المجال الفريلانسر اللي كبر لغايه تقريبا شركه اعلانات دلوقتي، بدا ازاي؟ والله بدأ بشقة كانت في الدور الأرضي عندنا كده، رحت فاتحها مكتب، وبدأت أعمل شوية ديزاينز، كنت بفهم شوية في الديزاينز في فوتوشوب وكده، بس الكلام ده كان زمان، ما كانش لسه في موضوع فوتوشوب وكاميرات وكده. فبدأت أعمل كام ديزاين كده، ورحت على محلات تجارية عادية جدا، قلت لهم يا جماعة أنا بعمل كذا. فبدأت الناس تعجبهم حاجات. حلو ده، يعني أنت بدأت بمحلات تجارية عادية خالص، تقول لهم أنا هعمل لكم إعلانات على الإنترنت. عادية جدا، محل ملابس، محل موبايل، حاجات عادية جدا يعني. ده الكلام ده كنت صغير، ما كنتش لسه دخلت جامعة يعني. كم سنة مثلا؟ كم سنة؟ كان عندي 18 17 سنة، كنت حاجة يعني، ما كنتش لسه دخلت الجامعة. 18 سنة يا جماعة، الراجل اهو بدأ في مجال الإعلانات يعني من 18 سنة، يعني ما أي حد ليه حاجة. هي شقة في الدور الأرضي كانت فاضية يعني، فقلت أستغلها. بس أظن إسلام قبل مرحلة الشقة كان فيه، يعني كان فيه شغل قبل مرحلة الشقة صح؟ يعني بدأتش بالشقة على طول. كان قبلها كان في حاجات كده، كان زمان يعني ما كانش في حاجه اسمها راديو اونلاين، بس كان في زمان زي ويب سايتس كده، تقدر تفتح المايك بتاعك وتقول لاصحابك انا معايا اللينك ده خدوه اسمعوني. زي بلتوك كده مثلا. ايوه بس ده زمان قوي يعني، اي سي كيو والماسنجر والحاجات دي. فكنا نطلع نشغل بلاي ليست اغاني ونتكلم في اي موضوع، ما كنتش اتكلموا كده مثلا، والاقي ناس بدات تتكلم معايا وتدردش معايا. وبعديها قلت لا يعني، تعالى نبوش الحته دي اكتر. فروحت لفكره الاعلانات، كنت معجب انا قوي بموضوع الاعلانات ده، وكنت في مسرح المدرسه ومسرح الجامعه وكده. فدي البدايات، كانت رخمه شويه، بس كانت احلى ايام طبعا، لانها خلت الواحد يتعلم يعني بس بنفسه. بس ونط طب نطه التصوير، يعني اسلام ريزو اسمه، يعني الناس كلها عرفته بتاعي انا، او انا كشريف يعني بتكلم عن نفسي، يعني انا عرفت اسلام ريزو من الصور الاول، يعني الصور اللي فيها افكار غريبه وعجيبه. انا كانت السماعه الشاشه اللي لابسه سماعه، والموبايل اللي جوه الشاي ومن ورا، صح؟ انت فاكر الصور ازاي؟ هو انا كانت بتواجهني مشكله لما كنت بروح اعمل اعلانات للناس، يعني كان الناس تطلب مني طلبات غريبه، يقول لي انا عايز ورقه اوضعه بعد صلاه الجمعه. فاقول له ورقه ايه؟ عايز ورقه اطبعه واطلعه بعد صلاه الجمعه؟ ما بقتش فاهم. قال لي عايز اروح عند الجامع اوزع الورق ده. قلت له طيب ماشي، طب انت بتقدم ايه؟ قال لي بقدم كذا. فجاء حظي في مره في واحد بتاع محل ملابس رياضيه كبير يعني، ستور ليه كذا فرع. فبيقول لي من هنا جت المشكله يعني، وده عايز ورقه مكتوبه برضه يوزعها على باب الجامع بتاع الملابس الرياضيه ده. فانا روحت انت بتتكلم في وقت قديم اكيد. مش قديم قوي يعني اسلام، يعني مش كبير يعني. اسلام من امتى يعني؟ لو 10 15 انا 32 سنه. طيب يعني بدات من 18 سنه، احنا بنتكلم 14 سنه. بتتكلم من 12. ايوه، ما كانش فيه فيسبوك، ما كانش فيه يوتيوب، ما كانش فيه انترنت، كان الدارج. كان لسه الدارج ورق ويتوزع. كان لسه الفيسبوك عباره عن صفحه. دي كانت تشانل رهيبه يعني. طب انت اقترحت عليهم تعمل ايه بقى اسلام يعني؟ والله انا روحت البيت ما فهمتش، انا قلت ملابس رياضيه اروح اكتب له شورتات وفانيلات، ملابس مريحه للصلاه. بالظبط. فانا كان عندي كاميرا ديجيتال صغيره قوي كده زمان، كانت اسمها سوني يعني، كانت ما كانتش لسه بقى الكاميرات الجديده دي طلعت يعني. جيت رحت اشتريت شورت من عنده، وخدت من عنده تي شيرت، وخدت من عنده جزمه وبتاع. فقلت له عايز اشتري حاجات دي ليا، ما قلتلوش هاتها لي عشان اصورها يعني. وجيت واحد صاحبي كان بيلعب رياضه وكده، ورحت ملبسه حاجات دي، ورحت مصوره، وخدت حاجات على فوتوشوب وبتاع، وبدات ادخل الصوره جوه الكلام. فالموضوع كان مبهر جدا بالنسبه له يعني، وقال لي ده الورق كله اتحرق بعد صلاه الجمعه، عايز اوديه بقى في المحلات. الورق كله اتحرق، اتوزع، الناس فرحت. فالراجل ده اختراع يا جماعه. هنا بدا ريزو. لا بس خلي بالك، هو على فكره اسلام، وانت يعني ما تتسفهش من الموضوع، هو اختراع فعلا وقتها. كان اختراع، ما كانش فيه الكلام ده بالظبط.
مع الوقت بقى بدات اطور من نفسي. بعد كده طلعت كانت كاميرا كانون اللي هي السودا الكبيره اللي بنشوفها دلوقتي دي, ده كانت بالنسبه لهم حدث زمان يعني. ريزو تعالى نلخص كده اللي حصل, ان انت بدات فريلانسر مش عارف الطريق منين, بعد كده جالك كلاينت, فانت اخترعت اختراع لايه لايه, بعد كده بدات تطور نفسك دلوقتي انت بتطور نفسك. بص يا يوسف, لازم تقول هنا حاجه مهمه, هو مش الكلاينت اللي جالي, هو بصراحه لازم انا اللي اسعى يعني. حلوه انت حلوه قوي يعني, صح يا ممتاز. الحته بتاعت انا لفيت على المحلات اللي حواليا يعني, حلوه ده اللي حصل, صح, مهمه جدا. انا ما سبتش يعني, ما كانش في محل بعدي عليه عادي يعني, حتى محل بيبيع لبن بخش له. يا نهار ابيض, ممتاز. كان اي حد. ففكره السعي دي مهمه جدا حتى في دلوقتي مع التطور ومع الاكسبوجر الكبير ده, التطور. انا مره رحت لطارق نور بسبب حاجه غريبه جدا, اكتشفت ان هو بيفتح قناه اسمها القاهره الناس اللي هي مفتوحه دلوقتي, اللي كانت بتفتح في رمضان وتقفل. ايوه بالظبط. كنت عرفت الخبر قبلها بست شهور تقريبا. فانا رحت المكتب عنده, واخد معايا كان في لسه اللي هو الراديو اللي على شكل راديو اللي بيشتغل بفلاشه ده, كان لسه جديد. فانا رحت له معايا الراديو ده ولازق عليه ستيكر من بره طبعه, وعمل له ديزاين مكتوب عليه العاصمه وفيها علامه الراديو, اللوجو بتاع الراديو كده. فقلت له انا عامل لك فكره اسمها راديو العاصمه, عشان لما تفتح القاهره والناس تفتح القاهره واذاعه في نفس الوقت. ورحت حاطط على الفلاشه دي تسجيل بصوتي لشويه اعلانات ورا بعض وكذا شكل البرنامج اذاعي لمده مثلا تلت ساعه, ومنفذ فعلا يعني, مش اسلام مش مكتوبين على ورق, متنفذين بالصوت, بيسمعوا. سجلتها بصوتي وحطيت مزيكا وعملت الميكس ومش عارف ايه, وحطيت له الميموري كارد جوه الراديو, بحيث هو اول ما يشغل يدوس بلاي يسمع الراديو بتاعه, ممكن مستقبل الراديو بتاعه يبقى شكله عامل ازاي. فروحت لحد هناك وفضلت واقف ساعتين ثلاثه تحت, ومحدش راضي يطلعني والجاردات تمنع, لا ده انا واخد ميعاد, وقعدت احور وبتاع لحد ما وصلت. ففكره السعي دي مهمه جدا لاي فريلانسر, قرر فكرة ان انت عندك حيل تقدر توصل بيها لهدفك. دي مهمة جدا. قول بقى, حد من الشباب دلوقتي, انا بقابل يوميا ناس محبطة جدا, تقول لك لا المجال محتاج وسايط, لا مش عارف, ما تخلي شغلك هو وسطتك يا اخي. بص انا مؤمن جدا باي حد بيتعب في اي حاجه ايا كانت ايه, حتى لو الحاجه دي غلط لازم في حاجه تحصل له قدامها. مستحيل واحد يتعب في حاجه ومفيش حاجه تحصل له قدامها, دي مستحيل. حتى لو ربنا حتى لو الحاجه دي غلط يعني, لو فضلت في الغلط كتير اكيد هيجي لك مرض. ايوه صح, هيحصل. لو فضلت في الغلط هتبقى في الغلط, هتبقى مشهور جدا. صح, او غلط يعني, هتبقى مشهور هيجي لك مرض يعني. ايوه والله عندك حق, صح ربنا عدل فعلا, والله صح. فكره السعي دي مهمه جدا, دي اهم من اي حاجه. حتى لو وصلت لحتة كويسة او لمكان كويس, ما تشيلش ايدك من الشغل, خلي دايما ايدك جوه الشغل. لو عندك محل صغير اكنس المحل بايديك, لو عندك ناس بتعمل ديزاينز للفساتين حط ايدك في, امسك الابرة بايدك في يعني, ما تسيبش الحاجة اللي بتشتغل فيها مهما. ومش هبقى المدير, انا عايز ان ابقى انا المدير بس, ما اعملش حاجه تانية. في طبعا لو ناس بتقرا في الموضوع المدير والقائد هتلاقي فروقات كتير ما بينهم, طبعا هتلاقي تفاصيل كتير فيها, ولكن في الاخر انت مدير او قائد, ده في الاخر شغلك انت اللي عملته, مش حد في الدنيا هيقدر يحس بيدك. فلازم انت طول الوقت تبقى ايدك جوه الحاجه. طب عايزين نختم بتجربتك مع عمرو دياب يا اسلام. بص يعني, هو انا دلوقتي خلاص بقيت مخرج برامج تلفزيونيه ومساعد مخرج في الدراما, وكده كده ما بسيبش الفويس اوفر, لان انا بقالي 12 سنه بشتغل بصوتي يعني, عامل اعلانات كتير في الموضوع. فانا بدي كورسات في الفويس اوفر ومركز شويه في الاخراج, دول المنطقتين اللي وصلت لهم. بس اي حاجه في الميديا تاني, لو جبت مونتير يشتغل في شغلانه لازم ابقى قاعد على ايده, عشان ببقى عارف التفاصيل يعني, عديت بكل التفاصيل دي فعارف. لكن قصه الاعلانات وقفتها, اللي هي بقى الايجنسي بتاعت الاعلانات, الايجنسي لسه موجوده شغال فيها عادي, بكتب الاعلانات بطلع افكارها معايا. ممتاز جدا. يعني هو السعي من الاخر كده, احنا لو لخصنا مكالمه اسلام او تجربه اجري. اسلام هي السعي من الاخر, صح كده؟ لو حطينا لها عنوان اقعد اجري, يعني كلمه اجري دي طبعا في كل حته. اجري يا معلم, صح والله. ممتاز, تسلم يا اسلام, ربنا يكرمك على المكالمه الجميله دي. والله مبسوط ان احنا اتكلمنا, احنا نعرف بعض على الفيسبوك كتير بس اول مره نتكلم. انا اتمنى زي ما قلت لك في الكومنت, اتمنى الفيديو ده يفضل موجود للناس, عشان اللي مش بيتفرج يرجع يتفرج عليه بعدين يستفيد منه حاجه. موجود ان شاء الله, موجود. ماشي يا اسلام, شكرا. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. حلو قوي. اجري, شفت اجري. اجري وخبط في كل حته يا جماعه. ما هو اللي خلي بالك, الماراثون بيقول لك ان مش القصه في انك انت تطلع الاول, ما انك تطلع الاول صعبه, لكن هي التحدي في انك تخلص الماراثون, انك تجري 42 كيلو. تخبيطك في كل حته لازم هيجيب نتيجه.
هو الراجل نزل ساعة جاب عدى على محلات اللبن. اي ماشي ما لسه بيبتدي مش عيب. لا انا بقولك مش عيب انا بقولك ده بص دلوقتي وصل فين يعني الدنيا ايجنسي فويس اوفر شغال بشكل كويس. وبعدين عجبني موضوع ازاي دخل لطارق نور القاهرة والناس فكرة عمل فكرة حيلة. انا كنت بعرف بنت كانت عايزة تشتغل في التلفزيون وهيشتغلت بالمناسبة. مراتك بتتفرج علينا؟ اه بتفرج. طيب ماشي مفيش مشكلة. لا مفيش مشاكل انا متصالحين واثقة فيا. لا واثقة فيا في ثقة. فالبنت دي كانت صفي نيتك يا شريف. والله مصفي جايب فلتر معايا. اتق الله صفي نيتك. اتفضل عيب على دقنك. فالبنت دي ما كانتش عارفة تدخل القناة من القنوات التلفزيونية الموجودة فدخلت وصلت عند الباب وقالت لهم أنا عايزة مدير البرامج أو مديرة البرامج اللي موجودة في القناة. فقالوا لها لا مش هينفع هو عشان أنا محجبة يعني أنتوا مش عايزين تدخلوا. عملت مشكلة ودخلت لمديرة البرامج وعرضت عليها الفكرة اللي كانت فكرة فعلا هي اشتغلت عليها وكانت فكرة عبقرية فخدتها خدتها في الاعداد فاشتغلت في الاخر. هي وصلت بحيله الاصرار زي ما قلنا اهم نقطه. مش وانت متحمس بس لا الالتزام والاستمرار. عايزين نختم في السلسله عندنا ثلاث نقط. قلنا نقطه السعر ما تسيبش السعر كده. حدد سعرك وحدد سعر الخدمه اللي انت بتشتغل عليها. مش اي حاجه تقبلها ابتكر. مش اي حاجه تقبلها. ممكن تلاقي حاجات بتقبلها بتعطلك يعني معلش يا حبيبي عشان طنط سعاد هتعمل لنا التصميم ده عشان طنط سعاد بتفتح بوتيك فلا يعني هتبقى ما طنط سعاد على راسنا بس احنا ده شغل فاحنا ما ده شريف بيخالف اللي انت بتقوله على فكره. لا مش بخالف اللي انا بقوله. هو الراجل عنده دلوقتي وقت. هو خلي بالك هو بقى عباره عن وقت. لا لو يعني ممكن لو قبل كل حاجه هيطلع شغل وحش يا يوسف. ده حقيقي وهيتاخر وعلي انا مش بقول له انت معكش شغل لا اقبل اي حاجه زي ما قلنا في الاول بس لكن ما تجيش تقبل لي في نفس الوقت بدع فيها 20 شغلانه وتتاخر وتطلع تصميمات وحشه وتبقى سمعتك تبقى وحشه جدا طنط سعاد نفسها مش هتجيلك تاني هتروح لواحد تاني. علي سعرك لما يبقى في شغل كتير. علي سعرك عشان تاخد الاكتر وانت نفسك تبقى مرتاح. اظبط سعرك لا تعلي لا ما هو اتوطي هتيجي في مرحله يعني عندك مثلا عصام سيف استاذ عصام سيف في الفويس اوفر هل الدقيقه بتاعته زي دقيقه اي حد تاني؟ لا طبعا. هو بينتقي ليه؟ لان هو لازم سعره يبقى غالي لان في طلب كبير جدا عليه وهو مش هيقدر يلبي الطلبات دي كلها. فعلي السعر بما يتناسب مع حجم الطلب عليك مع حجمك يعني ايه اعرف حجم. اعرف حجمك يعرف بيكبر حجم. اكبر معاه ما تزودش بسرعه كمان. لو من النقط المهمه جدا اعترف باخطائك. والله لقيت حاجه وحشه اعترف ان هي وحشه وصلحها. لقيت ان او اكبر بقى خطا لقيت انك انت المجال ده مش بتاعك بقى بعد ما مشيت فتره الست شهور اللي اتكلمنا عليه ولقيت انت بتحبه واقف. بس يعني مثلا ايه انت مش مبدع فيه او ما مشيتش معاك فيه مفيش اي مشكله ولا اي عيب انك انت ارجع بظهرك. ممكن ترجع بظهرك للمكان اللي كنت فيه او خليك في الوظيفه اللي كنت فيها او خش مجال تاني خلاص مش حتتك. انت مثلا في الكتابه الناس كلها بتقول لك انت مالكش في الكتابه مالكش في الرسم مالكش في التصوير خلاص بس يعني. قيم وما تاخدش من شخص واحد بس أيوة. يبقى اكتر من شخص بالزبط. يعني مش عشان طنط عدلات قالت لك انت مالكش في الكتابه ست شهور يعني ست شهور بس من يعني ممكن ست شهور دي مراتك تقعد تقول لك انت ما بتعرفش تكتب انت ما بتعرفش تعمل يعني في الغالب واحد. بتبقى الحنفيه عايزه تصلح فهي بتقول لك انت عارف تكتب عشان تصلح الحرفية. فده سيبك من مراتك دي خالص يعني لو مش دايما عميل يعني عميل مراتي من اكتر الناس بتشجعني ان انا اعمل يعني لو قلت لها عايز اعمل اي حاجه بتقول لي اعمل والحرفيه ما بتصلحش برضه يعني ربنا يصلح الحرفيه. المهم خد راي اكتر من حد وقيم التجربه قيم الراي ده هل الراي ده فعلا حقيقي ولا لا وخليك عادل مع نفسك. ايوه هي دي خليك عادل مع نفسك. الختام مسك الختام ولو هي البدايه وهي النص وهي النهايه اتعلم 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 يعني كده تقدم انا والله لو غير اغنيه الاستاذ احمد زكي ونخليها اتعلم ترارا اتعلم ترارا والله دي قفله جامده. اقفل لنا الحلقه على اتعلم دي. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. الاسبوع اللي جاي هيبقى الثلاث ولا الاربع؟ الثلاث. الاسبوع اللي جاي الثلاث الساعه 10:30 صح ان شاء الله. لازم البرنامج ده بقى ان شاء الله البرنامج يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله انا بقى هلتزم في البرنامج. برنامج مش هيقف الا لو سافرت تاني مع هي بس في ظروف السفر لكن في غير كده البرنامج موجود. انتظروني اتعلم اتعلم تيرارا.